أنا نهاد عاشوري صاحبة محل كات جنجل. إحنا محل فاميلي بيزنس عاملينه للناس يجوا يقضوا وقت حلو كتير مع البساس. صالة فيها أكثر من 38 بسة. الناس بتدخل بتطعم البساس، بتتمشى، بتتصور مع البساس، بتتعرف على أنواع البساس. جيت عشان ألعب مع البساس وأشوفهم، لأنه أمي طبعاً بتخاف من البساس وحرمتنا نربي بسة بالبيت، وكل ما نجيب بسة تطردها برا البيت. فجيت عشان أشبع رغبتي لأربي بسة.